استنيه. قوم. لو كان تسلم في المهنه وتجي معايا تعاوني في البروجي نتاعي، تو في ساعه نكملوا ونبداو ننجو على رواحنا. الكوره كملوا وتو نبني في الفرماجري. اي وبقديش من عنز باش تبدا ان شاء الله؟ 100 عنز، ثلاث صبايا من برا. نصور منهم خمسه طران تجبن العام وبعد نكبر. ما نلقاش خير منك باش يقف لي على الفرماجري. والله ماذا بيا نعمان، يمكن انت الواحد يستنى شويه تتوضح الامور. جبن المعز مازال مش ماشي مليح في البلاد. انا نمشيه، الحكايه كلها ماركتين، كيف الناس يولوا يعرفوه يولي يمشي. يا ولدي هيك ماكش وحدك تحب تنتج جبن المعز، معامر الخطره الاخرى. قال لي ناوي ينجو حتى هو. امان الهادي فتح الله ما هو مسلم في شيء. وش قلت له انت؟ وش نقول؟ قلت له سيب عليك وضربت على العطاط. نقابل فيه شاد صحيح على عمر. نحب نعرف منين جاته الفكره هذه. الراجل خطيه الصنعة. اوهو عامر مزور وما يفوت شيء. جبن سيدي جبر اللي بدا ينتج فيه، ماشي له مليح. منين جاه الزور لو كان ماكش انت اللي تعاون فيه؟ لا لا لا، فكرة لافيناج بتاع ثلاث اشهر في صغيرين هو اللي جابها. والكاف حط فيه واحد اخر. انا خايف ليكون سمع بالمشروع نتاعي. منين عنده يسمع؟ ما ثم كان ناي ولا مرزوق المجازينية على بالنا. مرزوق ما قالوش؟ لا ما يظهر ليش. مرزوق ولا مكبوس وعيني على كتافي. خايف لي حاسبوه على ستوك. ما عنده هلا شي خاف، الحساب اللي عنده في المجازان هو اللي تعطيه له انت بعد ما تصنع القوالب. ماني قلت لك من المره الاخرى يلزمك تعاود لي رابور دو برودكسيون وتنقص في الكميات باش ما تتخلفش انت وحسابات مرزوق. لا هذيك العمال يا اخي ساهل تو واحد يولي يزور في الكواغت. غير ربي يستر العمال، ربي يستر. هذيك الطريقه اللي تمنعنا الكل في صوره يعملوا كونترول. تعبان ما جيتش على ساحتك ولا بطريق لقيتها مطيشه في الواد. ساعه الناس جمليه في الحسنيه مغاردينها شعبان كان. وعلاش مغاردينه الناس شعبان؟ يقولوا عامل كومباي مع السوسيتا اللي دني في البراجات. يمكن تكذبوها عليه. في البرة ذاك كل شعبان هو الشلغومه، رجال وكريم تقول مش عيب. علاه؟ شبيهم مش عايلين؟ شي يا راجل مش مطانته. الناس الكل عاد يحاولوا للملجا كارتك عاد شاد روس لجبال، علاش؟ ناس صياد عصافير. نبدا نقطع في جرتهم تحدني كان الزازاي، واش عندي ندني في الملجا؟ الخبزة حكمة، حتى كان جي عندي حوش. كنا نسكنوا في الزاوية. كي مات بيا الله يرحمه هناي عمري عام، صحتونا أنا وأمه. عمرة، أنت وينك ماكش جاية؟ علاه؟ أنت قداش قعدت تحضر فيه هذا مجلس الإدارة؟ في بالي بيه بعد أربع أيام، داير كنت باش نكلم باش نقول لك وخروا. نهارتها طلعت للشانتي. لا يا سيدي إيش كان عليه؟ تنجم توخر. يالا الليلة جيت أسرح لنا عيد ميلاد راقية. أبون؟ إيبا طنبي مي أموا عملي لها تليفون هنيها. أوكي؟ هاي تسبع على خير. شبيك من تو؟ ريستورون عندك بيه سك. انت بديش تمرش بابا عاد. كنت المكياج الراقية. عاش قولك حلو المكياج. مرسي شيري، إن شاء الله في خطبتك أنا المكياج لك. هادي شوف هذا شهاداتي. حلو مش غالي برشا، ما لقيتش نشري. ان شاء الله فرحتك عزيزتي، سي تان بو كادو. ملانه مش لازم اقدمك الهديه نتاعي بعد الهدى شكبت عليه. انت هديت لي عمرك الكل، اش ما زدت نحب. احترت اش نهدي لك يا حلوة يوم العيد قروب. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو هذا؟ ملا انا قاسي حفايل. لا عندك الحق تهرب من مهاري، انا ما نجمش نلبسك هكا. مدام راقية الله يسترها تحب السربيس بالكوستيم. حفايل امشي ارتاح انت ليلى، تنسوق انا. واه راجل ليش حطو يرخف من قبيله وانت تقول له برمشي يرقد؟ خلي وصلنا من بعد كان يحب يرجع لنا. ايه بان داكور، الونزي. رب شكون هذي؟ احلاها بدغني موديل هب البابا. خد سوق هبرو شيت كهبة. وش قلت ما تسوق كانت تو تيران؟ هذيك اللي كنت. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
شباك تهبل مهبول هادي انت. اش تحبني نعمل؟ جيتني في الكبر يزمني نهبل باش ترضى عليا. خيت عليك يا اخي، انا خديتك طمع في فلوسك. نعرفش نقول في المناسبات كيف نهك. ما تقول شيء، بوس وكهو. شو انا مبروك عليك. شاك خيار حفايد عنده حق، هادي برمشي يرقد على روحك، انا باش نسوقك رهبتي. شلا مبروك يا مدام. يعيشك. هيا طلعوية. مسيك بالهنا يا فضيلة. ها نشتيش يا الخوت؟ لبس عليه تهني برك. عمل لي تليفون في المستوصف وقال لك يخت. الله أعلم عاد. وش بك على أخيك يا فضيلة؟ يدعي لي بالهدايا. ربي عينه وليدي ورد غربته. لا لا، هكاك تونس اللي يتحفظها يبرع عليه الجرح وما ترد ليه غرب. صحفة يظهى وين طب الحوش شهل. ما عندنا في حاجة. كيفاش ما عندناش في حاجة؟ هي من بكري مهزوزة في اللفة. وتو مخش عليها وعلى بنتها راجل. شال ابوها ليا مسكينة والناس ظالمينها. هذاك علاش تغيظ؟ على جال هي ابوها ليا وبنتها طلعت لفعة. حفيظ ذيب وخيب طبع. تو يدني فيهم سب. نهايها يما انتي على العيب لعله تسمعك. الله لا يكشف علينا هائل. لواش بنتي الهديه اللي جايتني بها العشو؟ اسمع نقول لك، في الملجا هذا كل حد ولا قرد راسه. لا عيب حد يرد حد. بيت الهادي فتح الله في تونس وصلي على النبي. ايش نقول ليك واش نوصف ليك؟ الجرده يركض فيها الخيال. الكوجينه بر قد ثلاثه من حواش الملجا. الماكله بالربع. البرمه تركب كل يوم باللحم والدجاج والحوت. كنت حبي انزلي معايا واش بحب عينيك. ليه؟ ليه بنيتك مسكينه تحرمها؟ اسيدي البيت اللي باش تسكن فيها فيها الراديو التلفزه الدوش خاص بها يوصف لصفان. عاش قلت يا شهر. كيفاش نفارق بنيتي يا حفيظ؟ ربي يحرمها من بيها زيد يحرمها مني. ناه راني قعدت راسي راسها. يا ماما كاش باش تتحرمي من هاو؟ قال لك روح لك في الشهر مرتين. كاش عدا كاشك ليه بلاي على الهجه لتونس؟ يا شهر حرام عليك، خليها تضمن مستقبلها. راهم ناس ربي نايب عليهم ما يدروا على طرف خلاهم فين. اش عندها دني في الملجأ؟ ويش من مصوار في بيعان كسرة الطاجين وهي مسكينة تتلاوح بين اللواجات؟ على كيف تصبر لين جهة مكتوبها نعطيها الرجل نرتاح منها ومن هرجت. ومن هو اللي باش تعطيني ليه؟ الرجال هني قليل فيهم اللي ياخذ. حتى لطفي اللي زعم عاملة عليه أعطي باللفتة لتونس ما عادش نجد عليه. والله اللي قالت الحق شمس. تختم عند الهادي فتحل خير لها من اللي تعطيها الواحد برطلاق بطال يعذبها والله أعلم وين يخدمها وزيد ياكل لها شعريتها. خمي مليح، فرصة ما تتعودش يا شهلة. مشني غار بيك، راهو عندي طفلة ونعرف كان ما جيتش بنتي صغيرة ورحمة طبيرة اللي ما نخدمها كان هي عندها الناس الباهية. مدام راقية بعثت لك 200 دينار قلت لك عاوني بيهم روحك. وشمس شهريتها 180 دينار وكيف تستصين في الخدمة تزيد. اجلي للرخص يعطيك كسرة. صبري هاي فضيلة قالت نشري لكم الصوف نصبوا سدينا وياك واللي نصوروا فيه البركة وحنا في حوشنا. سدي بروحك، نهي ما نحبش نسد. وش مدخلها فينا فضيلة؟ خير حفايز اجلي معاك ما كنتش نكتر روح. ضمي فمك. ضمي فمك يعطيك فضيحة. هكا يا حفايز وخي جنيت ليك هكا. مصح راسك يا شهلة. باه يما
حبيني نقتل روحي نهار من النهار تجيك خبر. يا نبي يا كلينا شو مصهرك التوى هي عاطيك شو بيك يا محمود عم طاسة بيعفو بيك لا يعفو بي يا رب ايش بينا انا لابس خير مني غادي كبيت علي القهوة قوم روح وانت حالتك تقرب لقيتني مكهب على قصعك وبيك تقول لي روح يشهدوا عليها البلان مصلت أم صغير جديد ليه تصرحك للهان ليه سعني كان مسخفني حالك عجال سحتوك من المعمل ظهروا عندهم الحق مخسرك راجل يقعد فيها اني خليتها لك يا سيدي سامحني غلط معنا اقعد انا خليك مهموم ونسلك شويه اشرب شيش على خير والله الا تضحك انت نا نشرب شيشه مع واحد زلاط كيفك انت يجري على روحه ينسى حدو من خدمته برا ساسي برا ساسي على باب جبان اخي اخي اقعد انا سامحني ماني قلت لك سامحني والله ما تعمل شيء ضد الشيش يا اطفال عليها محمود عليه توصل روحك للهانه صغير وتتلاوح ضحك عليك في الناس منو اللي يضحك علي اللي يضحك علي انا نهد لي فمك تاد شويه لاباس تهلا اخيك لاباس ما انا عملت نازل بك الكلب عامل اللي ضربني ببوني قالوا لي الصوا الحاكم مش شرط يتربط ويدفع لي غرام ولادي فتح الله يرجعني فضل من عند رب وش الدلو عليا في راسي نقول في الغلط نعم عامر وعارفه الهادي فتح الله ما يقدر عليهم حد وما يربطهم حد وفرنك احمر ما تشوفاش من تلاه ما يقدر عليهم كان ربي انت انسان قليل وزوالي دني رسواتي برا للعرف الكبير المعلم الهادي واطلب منه السماح وقل له يسامحك حتى من شيرة ربي جميل نعم محمود الطوير دني رسواتي كسحش راسك يا محمود ركباب وليدات والله غاضنا حالك وقلنا كسحت محمود ما قعد حد يدافع على الخدام لم كنت الكف ما عاندش لشفة الحق فيه انا مخلص لك شش في بالك انا كيفكم نقل الضرب ونوطي راسي شم هذايا حد ما يجيبها في الغرقة والذراع هذايا يفلق الروس ويشعل الحرايق يشعل الحرايق خلاص يا رب يا الرجال الكل يا رجال هي في من شعل تحريقه ثاني يا نبي ما عاد عندي كونفيونس في حتى حد احساس ردي بالك على روحك بنيتي راح الدنيا غدار احساس كان بايك يدق الباب ويتوب بنيتي باش نقول لي ثانية الموت لا يدق ببان ولا يتوب خمس حد معقد عليها بالخير ان شاء الله بيحول الحين كان عندك تلبسه وفرجدان تولي تلبسي من تونس عرب الملجة اللي عايبوا عليك ساعتها يموتوا بقلوب سامس اسمعي ما تخلي حد يقلبك يا كبدي ردي بالك راك تسودي لي وجهي انا يا سامش بنت جهله وما هو تحدي حد يب انا خليت لك الردون وسابي بالك خير حفايد قال عندهم مريدونات بلطخ يا شهلة هيا ما عادش علينا بكري جمعتين اخرين شمس تولي تطل عليك واشي هالسر اللي هزتيه غادي راك باش تلقي كل خير
فمش بيت الكراي في حومتكم عبستار. قول وين المصروف الزايد؟ يا اخي مك ساكن في المخزن بلاش. يزيني من ريحه ليسانس والمازوت ليل ونهار. اذا بيع البيت مع الجيران. ما نعرفش اما راهو الكراي غالي شويه، البيت تعمل بين 40 و 50 دينار. وزيد انت يا عازم صعيب باش يكريو لك. نمت باش نكون عازم. عندي طفله في البلاد. كان سهل ربي نعرس وتنزل معايا لتونس. يا ولدي ونوي عليك انت العرس، مازلت صغير. عيش حياتك يا ولدي. حتى 20 سنه مازلت ما عملتهمش راك. عندي العزوز في البلاد كان عرس اختي ما نحبهاش تقعد عند نسيب. والله ملا مشاكل تعمل فيها للروحك يا رتو. يا ولدي البس مليح واعمل سبيدري تحفون وعيش حياتك. وقبل ما تعمل الجوج ما بتاع المراه في راسك يعرف بلادك قبل. الفرادي عايش في الكيوسك كيف تور الليل، تي كان هبتك في النهار حتى الكرام ما تعرفهمش انت. ما تخافش. بعد ما نعرس ندبر خدمه بالنهار ونتحفظ الكيران الكل. شهل تسمع في كلام واحد عقلها ناقص. لا خويتي مجنونه وعقلها ناقص. تو بنتي تكبر وعقلها يجبل وربي يسترها ويجيب لها القسم. اسمعي يا شهل، انت وليا براسك ما تدلي حير. انت شعليه بنت عم وعارك هو عار. اسمعي الكلام وانزلي جيبي بنتك قبل ما يفوت الفوت. مستعدة ننزل معاك ونروحوا بالطفل ونية ندبر لها خديمه في المستوصف حتى تنظف. تكلمتي من الاول لو كان لقينا خديمه رسمي تاكلوا منها خبزه ناويها ما نسلمش فيها. خوتي ده حد ما يدري بيه حد. نية مش نداري بدايك يا شعلة. خسارتك ما عندكش مخ. انت من اولك هكاكه ضبعه ما تعرفيش تسيري. اللي كلمات كثرت عليك وتوزتي غرقتي روحك. الناس مش تقول فرطت في روحها وهي تو فرطت في بنت. من هم الناس اللي قالوا لي فرطت في روحي؟ حدك ثم ها؟ واش يا للا؟ اش تسليني هد علي وتسمعي فيه في الكلام؟ انت مش غيضاتك سامس، الا يمكن انت غيضاتك اللي روحت بيت نسيب عامر. انت بوها ليا شهل وما كفايه مع حد شيء. خليني بوها ليا، كل واحد يعرف كيفاش يندب على باي. في بالي وخيتكم وليا بيناتكم اللي تسمعي فيه في الكلام. اش تسليني للا؟ اخرجي عليا اخرجي. يا شهل ليا ما سمعتكش الكلام. نية جاية ننصح فيك، قلت لك الناس هم اللي تكلموا. ما عدتيش تنصحيني، اخرج علي اخرجي اخرجي اخرجي. أسمعك ربي انت يا بنتي. سامش شنو؟ شمس تدي دعوة مش اسم. الله غالي هكا سموني. كان جات حتى لسامي بالفلوس. ما عليناش، انت اليوم باش تعاوني. عندنا دورين حلو ودورين ولا ثلاثه مالح. الناس ديما يعاودوا من المالح اكثر من الحلو. وعندنا زاد دور جي ناتورال منوع شويه اخر ناصر. فما تاي الاخر القهوه للي يطلبها. افهمني مليح، كي ندخل انا بالحلو انت تسبق تفرق المنادل من بعد شد الكوجين. فهمتني؟ ربي يستر. شعملت انتو شموسه؟ الناس قريب يدزوا علينا الباب. حاضرين يا مدام ان شاء الله فرحانين ديما. يعيشك انت باش تقعد هكا شعرك محلول؟ لا لا برا امشي للهدى تعمله لك شنيون ولا كوتشوفال. باهي تدارك. هاي لهي البنيه اما خسرتها اسمها اللهم عافينا. علاش خسرتها؟ ساعة ياسر حلو اسم شمس، سي نوع ايفوكاتور. وش خاصك كان قعدوا العباد قراب للطبيعة؟ المرأة عندي حبلة، كان جابت لي بنية تنسميها قايلة. ادخل. لالا هدى قالت لك. مش قلت لك ما عادش تقولي لالا هدى؟ هدى برك، محسوبة نديدة أنا وياك. ها اش تحب؟ قالت لي تدعراقي تاني ليا في شعري تاني ليا
نسيت. تحب نعملك مشتة؟ استنيني شوية برك. مخطوبة انتي شمسة؟ لا، ثم واحد قال باش يخطبني ومالها نزل تونس يخطب، ما ندريش عليه. اسمع لطفي، هاي إجا قلت في بقتي خلينا نقد لك شعرك. انتي تعرفها فضيلة اللي كان باش ياخوها عامر؟ فضيلة بنت حدود؟ واخ كيفاش ما نعرفهاش، جيراننا في الحسنية وفي الملج. هي وعامر كانوا يحبوا بعضهم برشا. هو ما ندريش عليه، عامر قليل هدر، أما هيك بطلع عليه ساعة ما جنت. هو عليا يظهر لي هم جيبه. تحب نعمل كوتشيفال ولا شينيو؟ ايه هذا اللي قلت عليهم دادا راقي. حدثني كيفاش تمت الحكاية وجبت شمس. ما هي المدام كي جيت تهوى على بيك في الملجأ والطفلة هجمت عليها تبوسلها في يديها، خدميني خدميني يا عاد هذاك. ايه ما تشاورنيش ولا لا خطر بعت عليكم المعمل جبن من بر تونس الكل المظهر لك تجيب المخدمة كان من اهلنا. خينا ما ندريش، المدام هي اللي شدت صحيح، قول لها لا واللي تعمل اللي في راسك. تفهمنا يا حفايث. انت ما تعمل عساس على المردومة نتاعك؟ قداش باش يعس الواحد؟ توين والحاج بجمعة؟ حاج بشتي يكفش، خليناه في البيت سقع عليه. العاقبة لفتي ما تفرحوا بها. يفرح قلبك وخيتي وربي يشد لك في سير هادي. توين وعامر سي شعبان؟ قاعد البرة مع حفيظ. علاش قاعد البرة؟ حبنا ندخلوه بالطبيلة؟ ما تعبيش روحك، في سبرنا طفل كيف بيها يخطب ليه ما يكونش حاضر معاه. يزيني عايشك، هبش مشي نجيب. خليهم على راحتهم. احنا في سبرنا نسوي ما تمشيش للخطبه مع الرجاله، اما عامر هو اللي لح علينا باش نمشوا، قال لنا للتعارف. هو اخي هاي شمساني اشبعي يا ام اشبعي، تبدلت خلاص ما تقوليش هي. اي بنيتي والله مبروك عليكم البنيه. الله يبارك فيك. عسلامتكم. سلمك. ديما نبدأ وظيفة نقبل. تفضل سي شعبان. زيد فضلك بنيتي. تسمعي فطيمة، سي شعبان ما عادش غير شعبان. تفضل. ايه يا سمش ما تسلميش عليا، مشو توسلي ما عاد سربيش توسلم علي. اتفضل تفضلوا. اش قولك في بنتي جديدة؟ ربي تمم عليك به وخيتي. يا سيدي خلونا نتوكل على ربي. لا يا سيدي جيتك خاطب راغب في بنت الحسب ونسب كان كتب بنتكم هدى لسي عامر ولدي. مبروك يا عروسة في ملفي. كلنا يا بنتي ان شاء الله بالبركه. عايشك. خمسة وخميس على عروسة ولدي، مبروك. عايشنا بهاه عروستنا. تيوينو عامر شمس برمشي عيط له. يا بنتي والله ما يجيك. حني في صبرنا يزيني من صبركم. يا عايشك وهي غلبه زين والعينة ذو ما الكل ولدكم يشوفهمش اليوم. شبيح. اهلا شبيح. شافكش حد انت جاي بثنيه؟ تهنى ما راني حد.
اسمع خويا العينين كثرت ياسر الحومه ولهذا لازم نتبلوا بلاصه اخرى نتقابلوا فيها. صلي على النبي يا راجل، ما فما كان خير. اسمع جبت لك حاجه فوندو يجي شوف ايش. تفرج. قداش تحب فيهم هذا؟ في عقلك وزنهم ساعة. يا ودي هذا مش خشب، كل قطعة ذوقها من زنس. علاش تحب لي وزنهم؟ ما تكبرش كرشك حمد. أنا جبت لك قطايع يركبوا 66 كيف. وأنت تحب تأخذهم شي لبيلة؟ اسمع شبيح، أنت الخدمة معك ولا تخوف؟ راني مراقبين يا رو. هات البيعة. مش لازم. أتو نصرفوا في بلاصة أخرى. يا ودي ما تغشش. التجارة ما يحبلهاش الغش. قداش تحب فيهم؟ قلت لك ما تبيعش شي لبيله، ما عادش بايع. هات. هاي في لبيله. شنو حمد؟ شبيح جاي يعمل لك في البريزون؟ انا البريزون يا ودي. السيد هذا ما نعرفوش بتاتا. عجيب. ما تعرفش شبيح؟ بل شكون قاعد يجيب لك في الذهب اللي تذوب فيه؟ شنو هذا شبيح؟ السيد هذا ما نعرفوش يا اخوي، جاب لي شويه خشق باش يبيعهم لي. يا اخي شكيت في امره، قلت له غطي خوك مشى على روح. الحكايه ذي عاودها في المركز، تفضل معايا انت وياه. هذا مركز هاي بشوي بشوي يا يدي عشك. والله ما شفت منك، والله ما. والله خبيني، والله ما شفت من عنده شيء. هاي بشوي يدي عشك. هي هاتش عندك هات. هاك المدة عندنا خدام راسها صحيح، نهار كله هو يعمل في المشاكل في المعمل وما يسمع حد. رايه العاد موصله للمهالك، يولى السيد المدير ساحته. الله غالب كر على روح. اختصر من فضلك واعطيني الرسم، شكون الخدام هذا وشني علاقته باللي صار لشعبان الشعيبي؟ الله يبارك، محمود الطوير هو اللي ساحته السيد المدير. وخطرة قعدنا وياه في القهوة، قال لي الذراع هذا يقتل ويحرق. ساعتها ما كانش في عقله، عامل طاسة. ومن بعد سنه ومن بعد انا كلمته ضربت في دماغي. قعدت نسقسي فيه نسقسي فيه لين صب لي الهدره كل. هو اللي شق الليل وهو اللي مشى حرق المردوم تاع سي شعبان. وخي ما تقولاش اللي انا حدثتك، حمود الطوير العرش نتاعها كبير وانا نخاف على روحي. الو. اهلا وسهلا، شنو الاحوال عندك؟ أيوة أي نعم. العاتي بن منصور الحسيني، هذا في حالة إيقاف مظنون فيه من أجل الاعتداء على الغير، ولكن يظهر لي فيه بريء حسب المعلومة اللي جاتني تو. كيفاش؟ شنو التهم متعلقة به؟ أيوة باهي باهي. طيب واضح واضح، بارك الله فيك. حسين ناوي انت تنجم تروح على روحك. تفضل. يعطيك الصحة. تصبحوا على خير. على خير. ريت هكا العروسي الخرشي تو ثلاثة شهور ما فماش ريحته، لا تكلم لا طلع. عنده الحق، حتى انت ياسر تلزلو. الحمد لله عليكي ولات عنده كرامة. أمان؟ شبيني أنا مسيته من كرامته؟ احنا هكاكا من الصغرى مطيحين الكلفه بين بعضنا. سامحني عقد، مش هكا الصحبه. تنتي عامله كانه المضحك متاعك. لازمك تمشي له وطيب له خاطره. توا عنده اكثر من 3 اشهر ما نشدش عليه وما تعرفش عليه راجل حي لا ميت. يعاون فيك في الاوتيل، وكان مش منه هو وهدا ما تفهم حتى شيء من الخدمه. حتى انت وليت تربي فيا العروسي نتاعك هذايا نفخ واشرب ماه. هدا قد روحها ماهيش محتاجته دكا. جو ميكسكوز، هدى مازالها 3 شهور على العرس نتاعها وعندها برشا مشاغل لازمها تعملهم. لازمك تلقى واحد اخر تلهلك بالوتيل. ريت العروسي كان سد عليك ببلا. الحكايه هذه ما عادش نحب نسمعها، مانيش محتاج لحتى حد.
سي الهادي تاو تفكر سي العروسي هاكا يعرف في طاجين يقهرو. فاش كنت تتفرج؟ في حتى شيء. نجم نشوفه؟ ما تنجمش تشوف. بوكي تسم علي وانت ما عادش عندك ثقه فيا. فمش قاعده نعمل انا في هالدار؟ يا الزراق يا كثرت لها. تحب تعرف كل شيء عن الناس وانت بيرك غارق حتى حد ما يعرفه. مثلا انا لتو ما فهمتش علاش انور ما يحملكش. فهمتش؟ احنا نحضرولك في عرسك مع عامر وانت تفرج في تصور نتاع انور. مريت كي بدلت الهدره. ساعات يظهر لي اللي انا وعامر ماريونات نلعبوا في روايه واحد يحرك فينا بالخيوط. مساكن انا وياه باش نعملوا عرس نتاع ماريونات. تعرفش واحد اسمه محمود الطوير؟ هذا اللي مدني مشاكل في معمل الجبن. هذاك هو. شنو هي المشاكل اللي عملها؟ مشاكل معمل الجبن ما تهمنيش ومش نفهمها. وطفل العامل ما يحدثنيش باللي يصير في خدمته. لما كنت خطرة مشيت ليه ومحمود الطوير هذا نزل في الدروج هايض ومع خدامة هايضين. قال له متعارك هو عامل. في الواقع صار اللي صار بيناتهم. ثم حتى العنف. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمه وفتمة متى يروح؟ ما ندريش عليه. نهار نهارين نازلين لهم الريش يسووا. يحضروا العرسك. أما خليني نروح تو ما عادش بكري علي. بل روح ما تعطلش روحك. وين باش تسكن بعد ما تعرس؟ مع الهادي فتح الله. وين بالضبط؟ الهادي بيوت ياسر. شارت علي ونهون بنتها. عملنا لنا بيت في الفيلا متاع تونس. بنقالوه في الوتيل وبيت في الفيرم. وانت عامر المدير بكلك بكلالك مش كمدني بيت. خليك هيك ساعة بعد العرس يعمر ربي دليل. وقيل هك راقي مرت الهادي هي الشاف عليكم الكل. ما تخليهاش تعفسك. من الوالد الولد اهلك ما يحبوش الضيمة. ما تخافش يا سي شعبان. حتى حد ما يعفسني. راقي عنده حساب في راسها وناي عندي حساب. اي خليني نمشي تو العشرة عندي برشا خدمة. اخي قول لي جدي وينه؟ هاهم جاي للداخل مش لازم تحيره. محمود الطوير اللي تخنقت انت وياه هو اللي حرق لي المردومه. محمود الطوير؟ فيها سمش. من الناس اللي تخدم عندهم الطفلة مجوعينها حتى في كرشها. قال ليك دني الخير تلقى الخير. اره بروباغاند. هاي دنيت الخير هاني جروا فيا مسلسل ومتهم بروح. وفيش مدوة. امشي واسكت. الله يرحمك ويسامح. قلت ليك اختاني هجمت علي بالشباهي. عاد يتفني يتفني عقدة سيدي حسان. هك تشبح في حالي. هاي. قوم وقول ليهم العادي مسكين ما دن معاي كان الكرام. استرج. قول لهم الكذيبات ما سلبتهم لك انت هو اللي تجبي علي خوذهم خوذهم. عاود لي كيف لقيت الراجل كيف مات وكيف دفنته؟ وهنا دخت بالمعاوده. نهار نشبح في باي فرح نازل الحسني قريب تماس يمشي ويطيح وهو في حال. قال لي يا وليدي جيتك من جهه ربي هزني الحوشي في الدشر. قلت له روح بك للملجا. كبش فيه وبكى راجل كبير ودموعه قارن على لحيه. كان جيت انت واش الدن نزلت. قلت له ما تحركش من هني لا يشبحوك على اساس الشان. هيا متها جميعتين قبل ما يدخل تكوبو. تاريخ صحيح سي شعبانة. صحيح. باي فرح خرج من بيتي في الملجأ نهار 12 سبتمبر تو 6 شهور. وخرجت انا مريض في حالة كيما قال لك. كمل سي العارف. كان شبحتوه باي فرح. كي كان في حوشه ولا فرحان ويجبد عليا مات. اثنين واكل فيه في العسل ودها ونشرب فيه الحليب لين كسب صحته. نشري ليه النف. ساعات نجيب ليه جريد. باي فرح حافظ 60 حزب مش لعب. اتواتي عند الغروب يهبطوا الخدام للبراريك نتاعهم. اثنين هبطها معاي للواد هو يدعي علي بالخير. الله يرحمك هاني نشبح فيه الخير. كان دنيت معاه الخير ما تندمش عليها عادي. اسكت علي انت من اللي تحرق الكيب بتاعك وناين عاني. والونيس والفرد الذهب شنو قصتها؟
فضحتوني وشمتوا فيه لعدة على جال الذهبات. كي دربيت لتونس بعتهم ودنيت ليها الحجيرة بالقرعة. كيفاه مات بيك فرح؟ وكيفاه دفنت؟ وقفت ساعد جاه عزراوين ونين حوس بيه في الواد. كركرتها على ظهر، هزيتها الحوش، غسلتها بالطين مي، من بعد لفيتها في عبانة وطلعت بيه للجبان ودفنتها في قبر قديم مهدم. هذا اللي تشبح فيه سي شعبان. شقولك في الكلام اللي سمعته؟ لعاتي نعرفه من صورته، صوابع خفاف في شيات مليها معلى، يمكن تقلبه باهي. يهز الثقل على الناس ويعاون، وحتى لقاه يحرف يعاون. ما ظهر ليش كان يقتل روحه. سي لعاتي، مش تفطرنا نخرجوا الجثه بعد 5 شهور ونفحصوها؟ خرجوا ولا اقعدوا في رقابيكم. قول لي الكلام اللي كنت قلت لي يا لخطه. اسكت عليا، تحب تولي نبحث حتى انا؟ ربي يعفو بينا وبينا. باقي تعملي في المشاكل انت؟ سلاها شهلة تخدم بنتها في تونس؟ نينا ونخطبها شمس. مرخصك عبد، بطلت من قرايتك وقاعد تتلاوح في تونس، وفي التالي ماشي تخطب في قرصونة تهز في وسخ الناس. تلي في روحك وانت كالفرصة من راس الراس. اقعد فم من خارج منعولة تهزك. ايه بعدي من قدامي. يم دادا راقي بعث لك الرب هذه وقالت لك لازم تجي العرس هدى. شبحتي مزيانها؟ كثر خيرها بنيتي، نيش مديني للعريس. دادا راقي حد ما نجم يقول لها لا، لازم تمشي. بعث لك فان زوز بابيت ومحال. اشبحي اشبحي ما بها كيزيها يا ما جيش كدك. وخينيه العريس ما عرضوش علي، اخ كيفاش نمشي؟ ايش حاجتك في اهل العريس؟ مدام راقي ومندراك قالت ليك اجي، ما تكسيش بخاطرها. بيكش يا شمس اخي، ما قلتش ليك شالي اللي انا روحت من تونس؟ لا سيدي ما قالوا لهاش. اختك فضيله تشطح لي بزوز محارم، بيتكم لعدهم ما يجوني لعطني نمشيل. مع المكش تدق الباب قبل ما تدخل سي لطفي. انت اللي بالثمه دخلك شي سي حفيظ. سي حفيظ تو يقوم يلوي لك عن كوشك. قوم نولع عن كوشك ترى فاش تستنى؟ خير حفي، وبتعرفك. ما هو لاباس سي لطفي، واش تحب؟ جيت رد ليك في فلوسك اللي استلفتهم لي. خليهم عندك، السماح فيهم. النايا قصيت المعلقات معاك. وامشي قول لاختك فضيلة، ما عطيش تهدي على شهلة، ما كانش جيب لها الحرس. بالله يا شمس، جيبي لنا الحرس؟ ونزع ما جاي نخطب فيك؟ تو جاي تخطب فيها؟ فات الفوت يا لطفي. تتفكر من كنت فاني عليك وانت متشنفخ؟ دربت لتونس وانا ناجي عليك زعمك للتراسي بالبكي. سيفيني انسيتك من خاطري خلاص. الناس اللي تهزي لهم في وسخهم تو ينفعوك كسارحة السراح. اشبح يعود في كلام فضيل. واش يا سيدي تتلتحوا علي انت واختك؟ اخرج اخرج من قدام. وين مشيت هذي طبعا؟ تفضل سي عم، ثم واحد يحب يقابلك، قال تعرف. قل له ادخل. مع السلامة سي عمرو.